اعرف حظ اعرف ما هو برجك مرحبا بك في عالم الابراج والافلام ابراج الحظ ما هي ابراج الحظ هي 12 عشر برجا في السماء يعرف بها تنقلات الشمس على مدار السنة وضعت لها اسماء وصور رمزية مثل برج الثور برج السرطان برج الاسد وبرج العقرب وغيرها باتت عملية التنبؤ بالأبراج تتصدر عناوين الصحف وبرامج القنوات ومواقع التواصل تحت عناوين براقة مثل: حظك اليوم، حظك هذا الأسبوع، اعرف حظك، أنت والنجوم، وغيرها من العبارات الرنانة التي تكرس وهم التوقعات. التعامل بالأبراج ينقسم إلى نوعين. النوع الأول: أن يكون كفرًا أكبر، وذلك إذا اعتُقد في هذه الأبراج دلالتها على المغيبات بنفسها، أو صدَّقها فيما دلَّت عليه من المغيبات، أو صدَّق المنجمين في دعواهم علم الغيب، لما في هذا من نسبة علم الغيب لغير الله تعالى. النوع الثاني ان يكون محرما وكفرا اصغر وذريعه الى الكفر الاكبر وذلك اذا لم يظن دلالتها على المغيبات بنفسها ولكن يعتقد انها اسباب لحصول ما دلت عليه مما يقع في هذه الابراج واوقاتها او ان يتعامل بها لمجرد التسليه واختبار هذه التوقعات